انقطعت الكهرباء بأول ريكوردينج، فما بعرف لوين وصلت. كنت عم برهن الجي سيرج اكتف. لبرهن الجي سيرج اكتف بدي اخذ element بالام. انا بالام يعني انا odd، ام equal to k plus 1 for some k in m. اوكي ال k اكيد positive. لكون انا image لحدا بالجي لازم يكون شكله 2 minus 2 sorry into some negative integer minus 1، مش هيك؟ طب ما 2k plus 1 كثير سهل حولها لهذا الفورم، لانه 2k هي minus 2 into minus k، بينت minus 2 بين عندي negative integer k positive بس بدي برا minus 1 فراح زيد وناقص 1. رجعت بينت ال 2 كيف بدي اخلص منها، راح فوتها لجوا بصير minus 2 minus k minus 1 minus 1. هيدا هو negative k positive، فإذا نيجاتيف انتجر يعني الام صارت بتساوي ماينس 2 كي برايم، رح سميه كي برايم لهالانتجر ماينس 1، والكي برايم وين موجود بما انه نيجاتيف انتجر؟ بقلب الجي. فإذا فعليا صارت الام هي الاف اوف ماينس كي ماينس 1. اوكي؟ ليك شو بنجي بنقول هلا؟ هذا الحكي اللي حكيناه ببدايه الاكسرسايز هلا رح نكتبه. I equipotent، I and N are equipotent، والN countable، I countable، كذلك الأمر للجي. ليش الأم والN countable؟ لأنه subset من N، والجي countable. صارت بما أنه الI والجي countable، اليونيون countable، بس اليونيون اللي قالوا مين هو؟ هو Z. هلا طالب مني بالإكسرسايز، طالب مني لاقي بايجكتيف مابينج، بعتذر على اللي بين بس هذا أول ريكوردينج بدي حافظ عليه لأسجل اسمه. بدي لاقي bijective mapping from z onto n. أنا رح ساعدكم فيها، رح استبدل ال z ب i union j هي بذاتها، وال n بال m union n، ورح أعرف mapping h من لكل n ال h of m بتساوي 2n إذا ال m بال i يعني f of n، وبتساوي g of n اللي هي minus 2 m minus 1 إذا كانت بال j. فيكم من اللي برهنناهم قبل تبرهنوا إنه هال h is bijective. ليش ال h well defined؟ ليش كل element عندها unique image؟ لأنه ما في intersection by i و j، مستحيل لاقي n موجودة بالاثنين لحتى يكون ال n مثلا عندها 2 images f of n و g of n. اوكي؟ So هيدا exercise 20. هلا بدي اروح على ال 21. كنت ناوي حل 21، رجعت لقيته طويل وحيلبككم، فرح روح دغري على exercise 22 show that q is countable. حكيت عنه باللايف ميتينج، حارجع احكي عنه هلا. فإذن exercise 22 هون في عنا abbreviation للدرس كيف برهن countable. So أول طريقة A is countable if and only if there exists a bijective mapping from A into N. رجعنا قلنا بكفي تكون هالمابينج injective من ال A لل N، بس هون please 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 هون from N into A. From N into A. فإذا رجعنا by exercise 17 قلنا A is countable if and only if there exists a surjective mapping from N onto A. ها أول ثلاث طرق. طيب هلا أنا إذا بدي أشتغل على N، إذا عندي B countable وطلب مني برهن، أو إذا عندي الA countable وطلب مني برهن، استخدم الA لبرهن إنه الB countable، شو بجي بعمل؟ بيجي بقول سوري عندي ال B countable وبدي برهن ال A countable. فإذا عندي ال B countable وطلب مني إني برهن ال A countable، كيف بدي برهن هالشي؟ أول طريقة أخذناها بالكورس، إذا بقدر لاقي bijective mapping from A to B بستنتج إنه ال A countable، فso A is countable if and only if there exists a bijection between A and B. كمان شفنا لحتى ال A تكون countable بكفي لاقي injective mapping from A into B من ال A لل B، أو surjective from B into A. أوكي؟ from B into A. So 1 2 3 4 5 6 طرق عندي لبرهن ال countable. ماشي؟ هلا طالب مني برهن Q is countable.
بس لا أتذكر إذا حكيت عنه بشكل مفصل لـ Q is countable. يس حكيت عنه بالريكوردينج. كلنا بنعرف إنه الـ Q هي set of all rational numbers، يعني كل الأرقام الـ real numbers اللي بينكتبوا integer على non-zero integer by non-zero integer بينقال عنهم natural numbers، عشان هيك بنقول الـ Q هي set of all fractions A by B such that الـ A بالـ Z والـ B بالـ N star. Okay, الـ B is in N star. كرمال برهن الـ Q countable ما رح اشتغل على Q N، رح اشتغلت على set تانية بعرفها already إنها countable، مثل هون يعني استخدمت second method، بعرف حدا countable وبحاول لاقي بينه وبين الـ وبينه وبين الـ Q بحاول لاقي يا injective يا bijective يا surjective. أكيد أنا بس بهمني يا injective يا surjective، يا injective يا surjective، ما ضروري روح على الـ bijective. فنحن ركبنا mapping من الـ Z times N star، شفتوا منين إجت فكرة الـ Z والـ N star لعند الـ Q. لكل A B pair A B أخذت الـ image A على B F well defined. إذا عم بشتغل بهالطريقة من Z times N star ل Q بكفي برهن ال F is surjective. ال F is surjective لأنه كل حدا بال Q شكله A على B، ال A بال Z وال B بال N star. So هل A على B هو ال image لل A B. منجي منقول هلا Z already بنعرفها countable، لأن star subset من uncountable، والكارتيزيان product countable، في عندي subjective mapping من countable على الـ Q. شو صارت الـ Q؟ صارت الـ Q countable. أوكي بنروح هلا على exercise 25. عم بيقول لي we admit that R is uncountable. نحن بنعرف إنه الـ R is uncountable، وشرحها دكتور أمين. Show that the set I of irrational numbers is uncountable. فكروا شوي، نحن الـ R لشو بتنقسم لـ Rational و Irrational. أوكي للـ Q Set Q و Set I. فكروا وقفوا هالفيديو، فكروا إذا الـ I كانت Countable شو بيصير بالـ R؟ أكيد أكيد أنا متأكدة إنه الكل عارف الجواب، وإذا ما عرفتوا الجواب عن جد كارثة، لأنه بكل بساطة بيجي بقول suppose that i is countable. نحن بنعرف إنه ال r هي ال i union q، صار عندي ال q countable وال i countable، أنا مفترضة إنها countable، صارت ال r countable يعني i union q صارت countable اللي هي ال r، which is a contradiction لأنه نحن بنعرف إنه ال r is not countable. okay so فأصلاً sorry هود هن الاكسرسايزز المطلوبين منكم. بدي اعمل دوره، انا كنت قايلت لكم بدي اعمل اكزامبل على كيف برهن الكاونتبل، بس هذا الاكزامبل هو عباره عن اكسرسايز بدوره، فقلت بحله كله فرد مره، راح سجله بفيديو لحالي. يعطيكم الف عافيه.